أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح. يستمر التحول الذي يستعرض أبرز إنجازات البرنامج التحول الوطني طبعا بنهاية 2020 في 20 في مسيرة عفوا زاخرة بالإنجازات والنجاحات تعكس التحول والتقدم الفريد الذي حققته المملكة متمثلة في خطط رؤية 2030. يهدف برنامج التحول الوطني إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة المناسبة أيضا وممكن القطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي والإسهام في تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنمية المجتمعية وضمان استدامة الموارد الحيوية. واستمر التقرير حقيقة تحت عنواني ويستمر التحول ليؤكد استمرار مسيرة برنامج التحول الوطني ويوثق نهاية مرحلة مهمة من مراحل رؤية المملكة، تلك المرحلة التي أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين مرحلة البناء والتأسيس. المملكة حققت في تلك المرحلة قفزات وتطورات نوعية جعلتها تتبوأ مكانة متقدم بين دول العالم كافة، وهيئ لها الممكنات اللازمة لاستكمال تلك الخطط الطموحة والتقدم والاستمرار لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030. يعني دون أدنى شك حقيقة برنامج التحول الوطني وليس تقليل فيه وبقية البرامج، يعني هنتكلم على 13 برنامج وما سيستحدث إن شاء الله من برامج طموحة، لأن رؤية 2030 ليس ل 2030 إن شاء الله 40 و50 و60 إلى آخره. وبالتالي حقيقة يعني ما رصده حقيقة التقرير يعني برنامج التحول المستمر. أولا خلينا نأخذ مثلا واحدة من الأمور التعاملات الرقمية. اليوم حقيقة يعني نحن مثلا في القطاع المالي أو القطاع المصرفي بالتحديد كنا نطمح أن نصل مثلا في 2020 إلى تعاملات رقمية 28% مقارنة بإجمالي التعاملات. اليوم نحن في 2019 وصلنا إلى 36%، والطموح إن شاء الله أن نصل إلى 70% ب 2030 أو أعلى من ذلك نأتي لتمكين المرأة. المرأة كانت في 2016 حوالي 21 قرابة 22، اليوم المرأة في 2020 تخطت 31، يعني حتى تخطط مستهدف الرؤية في 2030. نأتي إلى أمور أخرى، التعاملات الرقمية والاتصالات وكذا أيضا انتشرت في المملكة العربية السعودية بشكل حقيقة عجيب وكبير، يعني طالت المدن الرئيسية وأيضا المدن البعيدة. نأتي إلى التطبيقات ونأخذ أمثلة كثيرة حقيقة. أبشر اليوم أكثر من 80 خدمة حكومية مؤتمتة، لكن نأخذ حقيقة وزارة الصحة كمثل يحتذى به حقيقة، تطبيقات في المواعيد، تطبيقات في اللقاحات. نأخذ وزارة العدل، وزارة العدل من كان يحلم حقيقة وزارة العدل تقريبا جميعا عن طريق ناجز طب جميع القضايا، عولجت آلاف القضايا في خلال فترة الجائحة وعقود النكاح والزواج ويعني أمور كثيرة حقيقة. إذا ما شالته المملكة حقيقة في التطور التقني سيصنفها بإذن الله وسيصلها إلى طموحات الرؤية أن تكون من أكثر الدول وأعلى الدول في مستوى حقيقة الاتصالات الرقمية بإذن الله تعالى. بوضوح ألقاكم.